فيكم بقناتنا. شكراكم اصدقائي، ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم الفيديو يخبل، اليوم سراوي، اليوم جايناكم فيديو جديد. طبعا يا ريت يتحداني بشنو ما اعرف. اليوم تحديت سرى انه تصرف على البيت وتصير مدبره ليوم كامل بخمسة دولار. الخمسة دولار بحدود 47 ليرة، 48 ليرة. انا شطيت 50، اريد ريوق واريد غدا واريد عشاء. احنا هسه دنيا صبح، نبلش اليوم راح اموتهم من الجوع في سبيل ما اخسر هذا التحدي. اول خطبة وين؟ خطبة؟ اول خطبة وين راح اروح؟ راح اروح نخطب. وين مين نخطب؟ من البيم. اول شي راح اروح للبيم، راح اجيب لهم ريوق وغدا والعشاء، وراها هم بالليل اظن نطلع. انا اريد اكل اليوم، احنا صارنا الساعه ما متريقين. يلا يعني شو. مهم لازم هذا اليوم اقضي كله بهاي الخمس دولارات. اتغديكم اليوم معكرونه. معكرونه يلا اغذينا بصل وطماطه. بصلاي يلا بعد شلون ده تقتصد باعك وحده ازاي تجي دور معكرونه انت ناعم. زين وبعد طماطه مريم كافي وكاحة. شو اسمه هذا؟ هذا اسمه كرز. كرز؟ لا مو كرز، هذا جوز. جوز دوش. اي دوز. فلفل ايتين. حلو. كم طماطة؟ طماطيتين. 3 طماطيتين. حلو. عارف ناخذ لكم خيار 5 زلاطة. خيارتين؟ كم خيارة؟ لا كل واحد له واحدة. كل واحد له واحدة. زين 3 خيارات. اي زايد عليكم. معكرونة حلو. هاي نوعية لهاي نوعية ناعمة. اي نوعية انت؟ انا ايش علي؟ انا اريد بخمسين ليرة ريوق وغدا وعشاء. انت اليوم المدبرة. زين طبعا هاي مال مريم، هاي مالكم دخل بيها، هاي مال مريم. شوفوا شايلها بايدي. مال مريم مو من ضمن فلوسي. الان ادفعها. عبالي انا ادفعها. وها شو دقاها؟ شو قامت تعيط علي انا؟ انا علمك هسه اريد معجون للجدر مال معكرونه. اذا اشتري كوطي انا عندي بالبيت بس ممنوع اخذ منها، لازم اخذ لي باكيت. وين القى؟ امشي خلينا نروح ندور من غير ماركت. يلا امشي. فوالله صارت مدبره، جابت لنا الغداء والريوق بيش؟ 25. شوفوا الاسعار هنا اخذت البيم ب 14 وهذا ب 10 ليرات. يعني نقول 24. بعد الفواتير 14.5 و31 رجعت 35. جبنا ريوق. زين ايش قد بقت لنا؟ 15 كيلو. بال20 ليره بقت لنا تقريبا. بس لا الصراحه هاي مني الك هديه، خليها يمك. طيب هيك نشتري بيوت مو بالله. من عندي الك هديه، صعد بالبايسيكل البرتقال الوردي. وين تدورين؟ وين تدور؟ هسه احنا جينا الغير ماركت على مود المعجون. شو اي هو هذا انا اللي قلت لك عليه، هذا اصغر حجم ورخيص. سعره 3 ليرات. 3 ليرات حلو. 92 قرش. تمام. ها؟ سعرت ليرتين وتسعين قرش يعني 3 ليرات. خشمش عذبني. شو تريدين؟ سيريلاك للعشاء. سيريلاك تاكلين انا ومريم ممه مخذينا ممه ممه. هسه ايش راح نسوي؟ احنا وين راح نروح؟ هسه راح نروح للبيت نتريق لامتنا جوع. زين لا تصورني بخشمس هذا. اخذش من هذا خبز رقاق من شو اسمه. سولفينا ايش جبتينا؟ عوفي عوفي الاكل. سولفينا. سولف لك من الفشله. انا والله فشلانه. بربكم لعدة واحد يروح يدفع بصلاية التحدي. زين حتى بعد لا تتحدى. انت قلت انا قد التحدي وانا مدبره وانا مدري منو. هسه خلي احضركم الريوق مالتكم الجميل. زين انا ضحكني طبت الماركت. ايش كبره ايش عرضه. اخذت هذا المعجون. اخذت هذا المعجون وطلعت. هي والكشخه بعد والله صافنا. هاي شنو جايبه بس؟ السرعه قررت انه بعد احنا راح نستمر على هاي الحاله. لا والله بس اليوم مكيف. خطير. كان صبيت كان خليتي لنا 3 بشربت. شنو؟ مع هاي الفطاير شلون قطعت لنا اياها؟ سويت لنا 4 قطع. شنو حديقه انت؟ شنو؟ شنو؟
زين يا عيني هو التحدي غير اني اصير قد التحدي ما يصير. انتوا راح تاكلون وتشبعون، انا ايش علي؟ انا تحدي مجبوره هسه جبت ريوق وغدا فقط لي 20 ليره. اي يعني يوم راح اسويكم عشاء في الشيب هاي ال 20. راودة تحضر الغداء. وين وين شوي مختب وينها وينها؟ ها هي زقوشتنا طلعت. ها طبعا الدنيا حارة نراي قاعد على الطباخ ده اطبخ. ليش تتحدين؟ ليش تتحدين؟ ليش تتحدين؟ مكرونة مطبخه نفق. ها ايش راح تسوين وين وصلتي؟ هسه بدي اسوي معكرونة دا احمس البصل والفلفل. اي وراها الطماطة وراها المعجون هذا الجبنه والمعكرونة سلطة وغديهم. ها هي غدا وحش بطن كل على مود تفوزين بالتحدي هذا كليته. تحدي ايش قد بقى لك من 50 ليره؟ بقى 20 ليره ما العشاء 20 20 ليره. اي هي ماني يومية تاكل لفه ب 13 والله. لا عشيكم عشاء فشين يوم ريجيم. اللي متابعين على الانستغرام يعرفون هاي الاغنيه مال مريم شنو؟ شنو يا اغنيتك؟ قرقيعان هاي اغنيه كويتيه بصراويه. ايش جابك انت عليها؟ قرقيعان قرقيعان اي نقعد ونغسل وناكل ونشرب قرقيعان قرقيعان وقرقيعان قرقيعان. ولو وحده ثانيه الثانيه يا هي الثانيه يا هي اسمعي الثانيه يا هي الثانيه اي اي بس مو يوميه تقعد وهي ساكته مستحيل يعني كارث. لو يوم قرقيعان لو يوم حبيبه تيدويو لو هسه احنا قاعدين انا وامك انت ليش اجيتي يمنا قعدنا قعدتي ها ليش اجيتي يمنا؟ اي راح اروح للملاعب شوفهم القهاوي شو مليان عالم. شوف هاي القهاوي اللي اقول لكم عليها اللي جوانا بس دائما سبحان الله كانت معزله ومن هاي الامور. شوفوا يعني هذيكي قهوه هذيكي قهوه هذيكي قهوه وهاي قهوه زين وهاي الثانيه همينه قهوه. شوف احنا دارين شاي بيبسي نطلب من عندهم. على قولك شنو احنا في اليوم اذا اردنا شاي بيبسي احنا نعتبر هنا بالقهوه بالقهاوي قاعدين ناسينا يا منا زين. هاي حالات مريم من تفصل هاي مرات مريم شوفها على غفله طبعا الخط. او للعلم هذا همينه قهوه هاي همينه قهوه هذا الحشيش الجوان الاخضر همينه قهوه سقيفه يعني وهذا صالون وهذا صالون هنا السقيفه هاي منها صالون وقهوه بقهوه 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 كل قهاوي. وهذيك قهوه تشوفوها وينها اخر طابق صايره يا عاشت ايدك يا ورده. شنو هالاقتصاد هذا حياتي ما ادري يوم اليوم ماني مصدوم. انت سويت لكم جو اليوم الشرى المدبر اللي قالت يوم ما اكلكم بالبالكونه ما اكلكم جو حسستكم انه ما اخذتكم القهوه. لا اليوم انت فد شيء عند الصدمين الصراحه. طيب حبيبتي بالعافيه ليك حياتي. من هو ياكل بايدي علي لو اني؟ يا كذاب يا كذابه يا مريم يا كذابه. بالستل 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 تغدينا وتريقنا سرا وريقتنا بس ما نامت وتركتني انا ومريم هنا. لا ليش ما تجيني من الجوع ترى اكلتهم خوش غدا شنو احنا انا ومريم دورنا على مطعم لقينا مطعم على البحر راح تغدينا راح تعشينا بيه. هي قالت هاي 20 ليره بهاي 20 ليره. زين عوفيني عاش اللخبطه. اي هاي 20 ليره راح اخذهم هسه لبي ما اشوف شي اجيب لهم عشاء واجي واحتمال اذا بقت من ال 20 ليره اقعدهم بكافتريا اشربهم استكان شاي. استكان شاي؟ استكان شاي. ما تريد استكان شاي ما يعني. يلا عاد اشتري لها بطل بيبسي هذا شاي فيه بربع. لا تنسينا باللايك والاشتراك واذا انتم جايين جديد على هذه القناه سجلوا اشتراك وفعلوا زر الجرس. عافية ذكرتني. خدت السرفي لي. اخذنا هسه رقي لان دايري مثل ما قلت لكم عشا سبع نجوم. شو سبع نجوم ورقية؟ ليش الرقي ما يحطوا العشا؟ بس مو بس ما يحطوا بالسبع نجوم. اه لا بالسبع نجوم نحط بعد شنو نشوف تعال خلينا نشوف غيرها. شوربة ورقي. شوربة ورقي وبعد نجيب صمم.
صدق لا تشاقين. حلاوة ما نسيت. اوكي. حلاوة ما نسيت لازم تحلون ورا ما تتعشون. راح نموت اليوم من الجوع. حلاوة هم انا اخذت لهم هاي على اليرة يعني 50 دينار. فاشتريهم. مريم تريد من هاي. اوكي هسه تعرف انا مريم مشياها. مريم لا هاي ما تكفي على فلوسنا. هسه بعد ما رجعنا من البيم سولفينا شنو اشتريتين؟ وين قاعدين بيا عصر احنا نتعشينا رقي؟ جبت لهم هذا الصوص جاهز وجبت لهم شوربه وجبت لهم جبن وجبت لهم رقي صمون وعندنا خيار وطماطم من الغداء خير وبركه وعندنا معكرونه اذا تريدون خير وبركه رجعي لي الباقي هاي اريدني ارجع له ما بقت له قرش ما بقت ولا ليره والله اي والله مو زين كملت لك نهار كامل ب 50 شو تريد حاسبتهن مدرس يعني بالمليم حاسبتهن ما في شيء لا زيادة ولا نقصان. ها. اي والله. والله عمي عاشت ايدك، شو حتسوين؟ سولفي لي. نفتح الرقية شوف شكلها والله زينة. يلا. إذا طلعت مو حمرة ترجعيها. طقت. يعني شنو؟ يعني زينة، ما طول تطق الرقية يعني. منو قال لك هذا الحكي؟ بني. افتحيها افتحيها. اعطيتها 50 موتتنا من الجوع. شو تريد لعد؟ شي تريد عيني شي تريد والله زين خوش خوش كملت نهار اوه شوف والله خل اشوف ولا مبينه حمراء والله حلا لا بس عايشه ايديها يعني بس انا مخور ما رجعت من ال 50 ماكو ليره رجعت شيء لا لا هسه راح ارجع لك 20 ليره من ال 50 لو 100 ليره من ال 50 هسه ترى نجحت بهذا التحدي وتستاهل صبري عاشت ايديها التحدي كان كلش حلو وان شاء الله دومها تبقى عليها تحديات يا ما زين تدرون من اللايكات حتى اذا وصلت هذا الفيديو اكبر عدد من اللايكات الفيديو اللي بعد بعده انه علي سوينا تحدي بدولارين ونص نهار كامل لا لا لا